هذه التساؤلات هل ترفع للجهات المعنية؟ هل ترفع للمنظمات المعنية؟ هل ترفع للمجتمع الدولي؟ لماذا تزرع الميليشيا هذه الألغام بهذه الكميات وفي مدارس وفي يعني أماكن يعني ليست أماكن مواجهات؟ أخي العزيز، أنت تدرك، أنت تعرف معرفة من خلال قناتكم، قناة اليمن اليوم التي تحدث كل هذه هذا الإجراء، العالم ينظر إلى هذا، لكن نحن نستغرب أين المجتمع الدولي؟ لماذا ينظر ولا يتكلم؟ لماذا يمر هذا الإجرام من دون محاسبة لهذه الميليشيات؟ الناس تتساءل عن المجتمع الدولي هذا الذي يتكلم عن القوانين الذي تم إبرامها بين الدول، اتفاقة أثار وهذه وغيرها، أين موقعها؟ لماذا لا يتم محاسبة هذه الميليشيات؟ بهذا التساؤل نحن نبحث عنه، أما رفعها الإعلام ينقل، القنوات تنقل، كل الأمة تعرف ما الذي يحصل وكم يعني التفجيرات التي تحصل يوميا، كم يذهب من الأفراد، لكن لا نعرف نحن لماذا يصمت هذا المجتمع الدولي الذي طيب أستاذ محمد،